حقيقة الحمد لله أني كان نقاش مستفيد وأني كانت أسئلة وكان نقاش مفتوح اللي حاولنا أمكننا نحطو المشاركين في مدى يعني الإنجاز ديال المشروع أو لفين وصل الإنجاز ديال المشروع ديال بي دي يو ديال أكادير. اليوم الحمد لله هناك مشاريع اللي اكتملت تقريبا بصفة تامة، منها مرابيد، منها مقاطع ديال الطرقات، منها تهيئة ديال بعض الأعمال للمنشآت السياحية، وهناك أيضا مشاريع في طور إنجاز، وهناك يعني نسبة متفاوتة ديال الإنجاز اللي تطرح كما قلت ما بين 90 وبين 5%، ولكن الحمد لله كنظن أنه المجهود اللي كيقوم به المجلس الجماعي وأيضا جميع الشركاء وأيضا السلطة المحلية على رأسهم السيد الوالي، أنه تتبع الشبه اليومي يعني على مدى يعني تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الزمني اللي تعطاهم واللي عطاه الانطلاقة ديال صاحب الجلالة. أكيد أن المشروع ديال تهيئة الطريق أكادير هو كاين في واحد الحيز الزمني 2020 2024، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه في نهايه سنه 2024 يعني يتم انجاز المشاريع بصفه يعني تامه اللي كتعلق بالتهيئه الحضاريه ديال مدينه اكادير.